بحور حبيب قلبي ارحم بما انك شاعر بتدش خلاص يا بابا ارحم والله لا افقع راسك بذي اسمعني والله انك ما خدمتني اليوم بما انك شاعر بتدش ديوان لك والله الديوان يا طول الاعمار يبغى له ترتيب ويبغى له روقان ولا عندي الحمد لله قصائد واجده وهادفه ومنتشره في الساحه الحمد لله طيب يعني الديوان يعني انت مسوي ديوان انا ابغى اسويه بعد ما اطلع من البرنامج على حسابي الخاص ايه ثم ابيعه على كيفي لا احد يتحكم فيه 5 سنوات 3 سنوات خليك حر انا والله لا اترك عرفت وشلون شو 5 سنوات لا يعني انت وضعك هنا في البرنامج في الريالتي انت وضعك الريالتي مثل ما تقول محصور يعني ما تقدر تتصرف اها لا تقدر تكتب لا تقدر تنسق لا تقدر تسوي تغريدات عندك الريالتي بعدين انا بطلع بسوي الكتاب بعرف من هو اللي بيرسل لي او المقدمه عرفتها المقدمه شاعر معروف او صاحب سمو او لان عندي معارف الحمد لله انا ترى عندي معارف ما هي بسيطه لاني عفيف تستاهل عفيف هذه حط عليها تحتها 96 خط احمر نعم لان جدي الله يرحمه ابوي يقول من ناظر في دين الناس خسر وخاب ومن ناظر في رب العالمين اغناه ورزقه انا اشهد وهذه امامي خريطه كذا والله ما من الا والله اللي شبك كتسلسل يجيب لك جواب الله يوفقك يا بحور ويسعدك يا حبيبي.